التفكير السيكولوجي بدون تآمر إنها ما عندهاش مساحة كبيرة من المراوغة. هو لم يروغ اليوم، أنا كنت متوقع إنه هو في أجزاء طبعاً 4 مرات أخطأ فيها مباشرة. طيب إيه هما الأربعة؟ لأن أنا عايز كمان حضرتك تقيم لي ترامب النهاردة كان أفضل من أول نظرة التانية؟ بالتأكيد. النهاردة كان أكثر ثبات انفعالي كان عنده. لم يخطئ طبعاً في إلا في بعض الألفاظ وخاصة بكلينتون وهي مكررة زوجها. لكن النهاردة عنده في نوع من الثبات الانفعالي ما لم يتم إثارته بصورة كبيرة. والنهاردة ما اهتم بالمضمون أكتر من الشكل. المناظرة التانية كان حضرتك من البداية كان متوتر. النهاردة عنده ثبات انفعالي واضح قوي وعنده تركيز على المضمون، يعني النهاردة في ردوده كان في المضمون. المحاور انحاز لكلينتون، تركها اكتر. يمكن حضرتك المترجم اللي كان بيترجم الترانسليتور ما كانش ملاحق ده، ادالها فرصه اكتر في هذا. في جزء مهم، اربع اخطاء بتوع ترامب، بتقول اربع اخطاء. اول خطا وقع فيه هو تركيزه على امور خارج الاسئله خالص. يعني هي كانت بتجيب على السؤال واجابه. اول نقطه اخطا فيه على مستوى الشكل انه كان بيجيب اجابات غير الاسئله اللي كان بيطرحها. ده الاول خطا عام، وانا اعتقد اللي بيعمل تحليل مضمون، انت عارف حضرتك في ادبيات العقد الدوليه عندنا حاجه اسمها تحليل مضمون، يسال سؤال فلازم انا اجاوب بنفس المضمون. فاول نقطه هو اخطا في النقطه دي، بيساله سؤال فبيجاوب في حاجه ثانيه. النقطه الثانيه هو تكراره لموضوعات فيها تناقض مع برنامج الحزب. ودي بقى مشكله بالنسبه له، يبدو انه حضرتك عارف الانشقاقات اللي حصلت والناس اللي خرجت من الحزب الجمهوري الاخيره، جون ماكين وغيره، الاسماء اللي حضرتك تعلمها، عملت له مشكله انه النهارده بيتكلم يقترب من بعض الافكار اللي طرحها في الاول خالص قبل الحمله الانتخابيه وقبل المناظرات. وده خطا، انه يبدو انه يعني نصح من خبراء الحمله ابتعد قليلا عن برنامج الحزب الجمهوري لكي تقنع الرأي العام. لكن انا وقفت بقى قدام نقطتين، عدم روح رؤيته وتناقضه مع الاتفاقيات مع اليابان ومع كوريا، الكلام غير اللي هو قاله ثم تناقض فيه وبدأ يشرح اتفاقيات طبعا زي ما بقول لحضرتك، وألمانيا طبعا في الجزء ده. اما اتكلم استفاض قوي كلام للامانه غير صحيح على مؤسسة كلينتون واتهمها ودخل دول عربيه، طبعا ده كل ده كان محل قطر السعوديه، قطر والسعوديه. نعم. ده كان زي ما حضرتك تعلم في مجموعه سيناتورز في الاداره الامريكيه فتحوا الملف، والملف لغايه دلوقتي قيد التحقيق، الناس ما فهمتش هو بيقول ايه في هذا التركيز. النقطه الاخيره في هذا الجزء انا اعتقد ما اتكلم بقى على ان امريكا في خطر، وامريكا في خطر. طيب رؤيتك في ده ايه؟ انك انت هتحط خطه اقتصاديه، هتحط رؤيه اقتصاديه، اللي تناقض مع نفسه هيضع الخطه مع خبراء ومستشارين وما الى ذلك. هم عندهم خطه الحزب الجمهوري لده، لم يقترب منها، وكانه بيقول انا مش ملتزم بالخطه، فما عندوش التزام بيها. انا اعتقد المحاور لم يقتنع ب 90% من الاجابات، ملامح وشه حضرتك الامبريشنز الاولانيه الانطباعات انه يشعر بالشفقة على الأمة الأمريكية الفيدرالية من الاثنين، برغم ان احنا متفقين والعالم متفق ان كلينتون هي القوية اللي واقفة عندها قدرة وما الى ذلك. هي لم تنجح النهاردة في انها تسيره او تضعه الا في يعني موقفين، واستطاع ان يهرب منها ببساطة. النهاردة واضح قوي ان الولايات المتحدة الأمريكية ستختار كلينتون لانها هي المرشحة السيئة وليست الأسوأ. فبناء عليه لازم نتفق انه النهاردة يعني المناظرة الأخيرة لن تقدم كثيرا، مع احترامي لكل من قال انها هي الجولة النهائية الحسمة. عندك 20 يوم، 20 يوم، وكان يبدو انه المحاور يقول انه 20 يوم ده جزء بقى من الحملة بتاعتكم، دول اللي هيقنعوا ده. فما اعتقدش النهارده حضرتك اللي قاعد كمواطن امريكي واللي عاش في امريكا سنين، احنا شفنا وعشنا وعرفنا